هو حق من حقوق الإنسان. أنا لو الطالب اللي عندي أو الطالبة لم تستطيع أن تحقق المعايير للالتحاق بالكلية، لن تحصل على الفرصة. عشان تحصل على الفرصة لازم تكون متعلمة طبقا للمستوى التعليمي اللي بيتم القياس عليه. مش بتعمل اختبارات للجامعات دي قبل الدخول يا دكتور خالد؟ وبالتالي طبعا احنا لو تعليمنا متواضع مش هنقدر نخش. حبينا نعمل في بلادنا هنا وهنعمل في بلادنا هنا وهنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلادنا هنا. وبقول للعالم الإسلامي انتبه، انتبه تماما للفكر المتطرف الأحمق اللي الهدف منه بالفكر الجامد والفكر المتطرف اللي بيهدف إلى تدمير الشعوب وتدمير مستقبلها وحضرتها.